مرحبا بكم في اتش واحد، فيلا صغير باقليم الخميسات. اتش واحد، الحلاوه ديال الحياه، ريحه البساطه. بنذكري صافي. المهم شوف، انا نسول على الطريقه نجي معانيش انا ياك يلا الله يسخر حي الخوت. لقيتونا يلا وصلنا ل ايت واحي، اول مره عندي هنا في ايت واحي. مول الحانوت او حسن بن زكري، الصديق ديالو الرعد مبارك. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على المقدم مول الحانوت. السلام عليكم، معكم المقدم حسن بن زكري، رئيس جمعية فرسان بن زكري للتراث المحلي وتشجيع الفرس. كنشكر أعضاء الجمعية وكنشكر الضيوف اللي جاوا عندي، المقدمين منهم الرعدة مبارك اللي معروف تبارك الله على في هذا الموروث الثقافي، ودريس مقيليع وبادر بودانا، شاب طموح الحمد لله. وكنشكر اعضاء ديال الجماعه القرويه ديال ايت واحي، رجال وعيالات. وكنشكر الرئيس عزيز العجوطي على المسانده ديالو في هاد الموروث الثقافي، وحتى هو الحمد لله راه عنده خيل وتتعاون معنا، وكنشكروه بزاف. انا تبليت بهاد الخيل هادو، كنت بارضي عادي كنلعب مع مقدمين، كنت نلعب مع مقدم ديال ايت واحي، ووقع لينا واحد سوء تفاهم وداكشي، وخرجت الحمد لله ودرت الصربه ديالي. درت الصربه ديالي الحمد لله، وجاهدت وبديت كنشارك في اقصائيات وتنشارك في مواسم وتنشارك في مهرجانات، والحمد لله ويسر الله الامور وكذا. من هنا مع الاخوان المقدمين الحمد لله كنمشيو كنتفرجوا. مش حال من واحد دابا كيقول بالنسبه للتجاره راها سجن، ولكن هي انا كنفرق ما بين، راه ماشي شي جن، راه غير الانسان اللي بغى يدير هذا الشيء يديروا لراسو. حنايا كنفرقوا ما بين التجاره وما بين الهوايه. التجاره راه اسباب العيش، والهوايه ضروري ومؤكد كنخليو ليها الوقت ديالها، ضروري نخليو ليها الوقت ديالها.
ما يمكنش. راه بالنسبه ليا انا مبلي بالخيل وماشي غير انا اللي مبلي، راه مبلي مبلي بنتي وولدي وخويا وولد خويا وولد اختي، حنايا كلنا العائله مبليه بالطبوريضه. ماشي بالنسبه ليا غير انا مول الحانوت بينا وتيقولوا لك الحانوت راه حبسوا داك الشيء. حنايا بالنسبه للبليه حنا مبليين من الاعماق ديال القلب. وبالنسبه لذاك راه ماشي غير حنا، راه حتى كاين 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 نجار مبلي بهادشي ديال التبوريضه، كاين دكتور مبلي بهادشي ديال التبوريضه، كاين سودور مبلي بهادشي ديال التبوريضه، كاين بناي مبلي بهادشي ديال التبوريضه، بزاف ديال الناس كاع راه اللي عنده شي خدمه راه مبلي. هادي راه غير هوايه، راه ماشي خدمه، هادي هوايه، هادي هوايه حنايا لقيناها عند 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 الاجداد ديالنا ولقيناها عند الاصدقاء ديالنا كيتبوردوا داكشي، وتا حنا تبلينا وما نقدروش نتخلاو عليها. تبورت الحمد لله وخديت جوائز وداكشي، ودابا الطموح ديالي هي مازال باغي نتبورد، والطموح ديالي انا هي هاد الاجيال ما يفرطوش في هاد المرور الثقافي. بغيت هاد الاجيال، انا تنتقاتل على هاد الاجيال هادو باش يبقاو في هاد المرور الثقافي، منهم الابن ديالي دابا انا خدام تنتقاتل معاه باش ما يفرط ليش في هاد المرور الثقافي. هاد المرور الثقافي ما خصوش ينقرض. اقسم بالله الاخوان لا غنعاود لكم واحد القصه خفيفة. المهم غنحكي لكم قصتي كيفاش وقع ليا. كان واحد المهرجان في والماس، ومشينا لذاك المهرجان بالخزين ديالنا بالحديد ديالنا بجميع ما يكون. وصلنا لذاك المهرجان بنهار الخميس، حطينا الصباح لعبنا مع العشية، دخلت واحد الشتاء ما شاء الله، دخلت ديك الشتاء اش نقول لك، دخلت ديك الشتاء صافي. المهم دخلت الفانة، الشتاء ما شاء الله، الشتاء والبرد، دخلت ديك الشتاء والبرد، أمي دخلت ديك الشتاء والبرد، أش نقول لك، الدراري مساكين كزوا ليا، ما بقاوش قدروا يهضروا، تلف ليهم الكلام. الصباح كنشرجيو أسيدي كنشرجيو الخيل باش نرجعوا بحالنا، صافي الصلاة على النبي، ما بقات لا مهرجان لا حتى شي حاجة، وكنشرجيو الخيل باش نرجعوا بحالنا. مهما كنشرجيو الخيل ناض واحد العود ديال واحد الباردي معايا، شرجيناه في الكاميو وبغى ينقز لينا الكاميو. وصل لنا النص ديال الصدر ديالو، صدقت نزلنا حنا يدينا، ما قدرناش نجمعوهم. ايوا اش نقول لك، دازت واحد القصه ما شاء الله، ما عمري شد ديك الفناء اللي دازت في ذاك المهرجان. هذه هي القصه يا خوتي، وراه رغم ذلك راه حنا مبليين بالطبوريضه ولو ما نعرفاش شنو يكون، يجي عندنا الغرق راه حنا غادي نمشيو للطبوريضه. الرساله الاخيره للجمهور، كنشكر المقدمين من طنجة حتى للقويرة. أنا مقدم بسيط جدا، وكنموت على الدراوش، وكنموت على الناس اللي هما شادين هذا الموروث الثقافي بواحد الجدية، وهما دراوش مساكين واخا ما عندناش، وكنتقاتلوا باش نبقاو في هذا الموروث الثقافي. السلام عليكم، تنقدم راسي لكم من الرعدة بارك، مقدم الرعدة بارك من ايت وحي اقليم الخميسات. يعني في العمر ديالي الحمد لله دابا 65 عام في عمري، وتبليت في هذه البليه هذه تبليت يعني عندي 18 سنه، حيت الوالد ديالي كان مبلي بالخيل، كان عنده العود وهو علمنا هذه الحركه، وعني هذه الحركه هذه هذه البليه تزرعت لي انا في الدم. انا بعدا بالحال يعني نطب واحد الحماس كبير. با كان تخاصم مع موال الخيل، منين الوالد ديالي تخاصم مع موال الخيل، نضنا حنا عند الوالد ديالي 15 واحد، نضنا حنايا ثلاثه د الخوت، شرينا ثلاثه د الخيل، والوالد عنده واحد ربعه، وولينا كونا سربان روسنا، وواحد خويا هو اللي كيلعبنا، وليت انا مقدم. يعني مشينا في هذيك في هذه البليه هذه، يعني صرناها اخير بليه، احسن منها ما كاينش، احسن بليه هي هاد الطبوريضه. ودابا عندي ربعه الخيل في الدار، يعني كان هاد الموريت هذا ما بغيناش نفرطوا فيه، وكنعلموا وليداتنا، كنعلموا الجيران ديالنا بحال ولادنا، يعني كنحبوا ولاد الجيران اكثر ما كنحبوا وليداتنا، حيت حتى هما مساكن تيغامروا معنا، تيمشيو معنا. ودابا حاليا وليت عيد شويه منين ولاو ولادي كيتبوردوا، وكنفرح منين كنشوف الوليدات تيتبوردوا، كنفرح
كان فرح وزاي زدت يعني زدت فهاد فهاد الشيء كثر تطورت هاد الشيء كثر من النهار اللي كنت انا حيت احنا ملي كنا احنا ما كانش التطور هذا دابا الحمد لله تطورت بوريده طوروا الشروجه وتطور الركوب واللعب اللي كنا كنلعبوا حنا ولا هما كيلعبوا لعب واعر علينا قاعد يجهدوا علينا وجاو في الصحه ديالهم وفي يعني في الشباب ديالهم كورونا راه هذه عامين يعني وحنا قنطنا في الحقيقه قنطنا ولفنا كنفرغوا كنخدموا كنضربوا تماره ولكن ملي كتلحق هذا الموسم حنا ما كنمشيو لا البحر لا والو كنمشيو حنا وليداتنا وندو الخزاين ديالنا وندو الذبايح ديالنا نذبحوا ونشطوا ونركبوا على الخيل ديالنا وعيالاتنا يزغرتوا علينا وليداتنا وداك الشيء عندنا حب ديال هذا الموسم هذا ولكن هذه عامين هذه يعني راه حنا تحطمنا يعني واحد الحالة ما تعجبش كنشوف شي شاب راكب على شي عود وتيدير شي ركبة يعني في المستوى كتغير شي حاجة كنحس كنتبورش علاش؟ لأنه أنا دوزت بزاف دوزت في التموريدة بزاف راه منين في عمري 18 عام حتى عندي 65 باقي تنركب ودابا منين كنشوف الشباب اللي في المستوى راكبين يعني كنفرح وتيعجبني الحال تنقول تبارك الله الله ما شاء الله تبارك الله هذه هي الركبه ولا بالك وكيكون راكب على شي عود نيت كيعجبني العود الا كان يعني كحل والمشيه والنخوه عود نخايوي راه كاين العود النخايوي وكاين الركاب النخايوي وكاين شحال من عود خاصو ركاب وشحال من ركاب خاصو عود يعني كاين الخيل وكاين الخويلات شحال من عود اللي يعني خاصو ركاب وشحال من عود اللي شحال من ركاب خاصو عود راه الخيل تعرف ركابها يعني الخيل كل عود كيعرف الركاب ديالو يعني غير العود غير تركب عليه يعرفك واش انت ركاب ولا شي فدعاس كان واحد العود عندنا اعز عود عندنا يعني هذا العود هذا كان عزيز على اقليم خميسات ماشي علينا حنا كان عود في المستوى وكانت كلها كتبغيه اي تواحي الحجامه اي تبوحيه الخزازنه القطبي الزورفه يعني واحد العود اقليم خميسات تيحبو ومات ليا ملي مات ليا يعني الجيران ديالي بكاو عليه والله العظيم الجيران ديالي بكاو عليه ولادي بكاو عليه ولكن انا ما بكيتش عليه علاش الله سبحانه وتعالى عطاني الصبر الله تعالى وبركة عطاني واحد الصبر صبرت والله خلف ليا داك العود خلف ليا بخير من داك الشيء الحمد لله دابا عندي خيل مليحه وعندي يعني خيل في المستوى وكنشكروا جميع المقدمين من طنجة حتى للقويره وكنقدموا الرساله الاخيره للجمهور يعني راه تنحبوا كاع الناس اللي كيبلين كيتفرجوا فينا وتيحبونا كنشكرهم والله يجازيهم بخير اخر كلمه السلام عليكم يحضر